تفاجأت الممثلة الإيرانية صدف طاهريان متابعيه على موقع إنستغرام بنشر صوره بدون حجاب احتجاجاً على قانون إيراني بيلزم النساء بلبس الحجاب، وأثار تصرفها هيدا ضجة كبيرة في إيران، وانقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض، وتلقت صدف عدد كبير من كلمات المدح والنقد على الإنترنت، خصوصاً إنها حكيت عن التحرش الجنسي يلي تعرضت له وراء الكواليس في أفلامها. بدأ إعصار تشابالا يضرب المدن اليمنية من ظهر نهار الأحد، وتسبب هيدا الإعصار بوفاة عدد من الأشخاص وإصابة عشرات النساء والأطفال. وآخر الأخبار بتقول إنه إعصار تشابالا اتحرك من فجر اليوم الاثنين وعم بيتجه للسواحل السعودية. وفي سلطنة عمان حذرت السلطات في محافظة الضفار الساحلية جنوب غرب السلطنة من السيول الجارفة، وحذرت هيئة الطيران المدني من موجات عالية ممكن توصل لسبعة أمتار على طول ساحل الضفار. آخر أخبار حادث تحطم الطيارة الروسية هو أنه حط الطيارة تنقل جثامين قسم من ضحايا الطيارة الروسية فجر الاثنين في سانت بيتسبرغ شمال غرب روسيا، ونقلت الطيارة جثامين 144 شخص قتلوا بتحطم الطيارة التابعة لشركة كوغالي مافيا الروسية السبت في صحراء سيناء المصرية. كانت معكم سوسن بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.